هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية. وقف المسيح أمام حنان، أمام قيافة، ولا أعتقد أنه كان في نصاب قانوني، لأنه في 70 شخص في مجمع السنهدريم مع رئيس الكهنة 71. فهذه الجماعة كانت أو أرادت التخلص من يسوع. في المحاكمة أحبائي شيء غريب عجيب، يعني ناقضوا كل الأخلاقيات والأدبيات والكتابات، الكتاب المقدس، إذ أحضروا شهود زور مع أنه كان نصاب غير قانوني. حتى شهود الزور كانت الشهادات متناقضة أحدهم مع الآخر. كان الدافع لهذه المحاكمة الكراهية ضد يسوع والحقد والغيرة وعدم الإيمان بيسوع المسيح. ولكن خلال كل هذه المحاكمة كان يسوع صامت. مش بس أحضروا شهود زور، في محاكمة إعدام إذا كان الشاهد شاهد زور وشهد شهادة زور يحكم عليه بالموت. شيء آخر في موضوع الشهود، لازم يعطوا فرصة كمان ليسوع يستجوب الشهود أو يسألهم إذا حقيقة اتكلموا أو تآمروا عليه في هذه الكلمات. ولكن شهادة الشهود كانوا شهود زور وكانت تعتبر مهزلة المحاكم. شيء آخر، هذه المحاكمة كانت في فترة العيد، وممنوع تكون أي محاكمة في فترة العيد. وأنا عاوز أتكلم في الفقرة الجاي ليه مهزلة المحاكم.